تاريخ القطن في مصر مكتوب في الكتب وعلى الانترنت، لكن لما تسمعوا من متخصصين يكون احسن. عشان كده فقرتنا اللي جايه في الحلقه دي مع عالم من علماء القطن في مصر وابن بار من ابناء محافظه المنوفيه، اكثر المحافظات اللي اشتهرت زمان مع الدقهليه والشرقيه والبحيره بزراعه وانتاج القطن قبل كمان ما ينزل للصعيد. برحب بالأستاذ الدكتور يوسف فتحي عطلة، أستاذ فيسيولوجيا القطن في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا، ونورت المنوفية إن شاء الله. أنا اللي صوروا القطن كتير، والمشاهدين يعني ما القطن مش أغراب عليهم، ولو أن المشاهدين الجدد بتوعنا بتاع الأيام دي ما يعرفوش يعني إيه قطن. أيوة. هم بيلبسوه أو حتى يعني اتحرموا من لبسه، يعني معظم ملبوساتهم تلاقيها 90% منها من البترول سينتيتك، تمام، الياف صناعيه، والباقي يعني داخل فيه القطن كده على سبيل الايه، الضيافه يعني. حضرتك عاوزك تكلمنا عن تاريخ القطن، وليه القطن انا شايفه انه راجع تاني والدوله مركزه عليه الايام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بالنسبه لمحصول القطن، محصول له طبيعه خاصه. كل الناس بتزرع محاصيله وبتتكلم عن كل المحاصيل، لكن محصول القطن مش محصول زراعي فقط، هو محصول زراعي ومحصول صناعي، محصول تجاري ومحصول سياسي. وكلمة سياسي يمكن جديدة شوية على المصطلح دلوقتي. لا، سياسي معروف، لكن هو محصول زمان. محصول قرار دولة، وإنتاجه بيقوي أي دولة تنتج فيه، لأنه محصول استراتيجي قوي بيقوم عليه أكتر من 180 صنعة. محصول القطن اللي على النبات نفسه، واللي على الشعر بتاعه، واللي على البذور، منتجات البذور اتكلم فيها ولا حرج، من اعلاف وكسب، وبيخش في مواد غذائيه، وزيت بيطلع منه يستخدم في اغراض كتيره جدا، اغراض صناعيه كتير، وده اللي بيخلي المدى الواسع للقطن كمحصول صناعي. فبيشترك فيه وزاره زراعه، وزاره صناعه، وزاره تموين، وزاره تجاره، ويشترك فيه مجلس وزراء. فهو محصول من الاهميه بمكان، او يعتبر هو قائد المحاصيل كلها. ومصر مش جديده على انتاج القطن، بل هي اصل القطن اصلا. يعني القطن داخل عندنا اتطور في ايام محمد علي، لكن كان موجود قبل محمد علي. دلوقتي اتطور القطن، لما تيجي تكلم فلاح وتقول له ازرع قطن، الفلاح اللي لسه ما مش مدرك للقطن زي ما الاستاذ كان بيتكلم، يقول لك القطن بياخد سنه في الارض. القطن ما عادش بياخد سنه، لانه كان بينزرع الاول في شهر 2، والكتب القديمه كل توصيات القطن فيها كان توصيات مواعيد الزراعه كان من نص 2 لاخر 2 في وجه قبلي، ومن اول 3 لنص 3 في وجه بحري. حاليا دلوقتي في الفترات اللي احنا فيها في ال 15 20 سنه دول، التغى شهر 2 من الزراعه، والتغى شهر 3 راخل من الزراعه، وبدانا بنخش في شهر 4، وبقى بيشترك معانا شهر 5 راخل. ودي حاجات مبشره لزراعه القطن، اصبح محصول قصير العمر. مش قصير العمر دي عيب، لا، ده ميزه كبيره جدا. الصنف اللي مزروع ده هنا دلوقتي بيقضيه 160 يوم في الارض، يعني 5 شهور واسبوع بنجني فيه. من يوم ما احط البذره في الارض اليوم اخر الارض المحصول اللي بعد منه 165 يوم، يعني 5 شهور ونص يبسطوا الفلاح ويشتغل براحته في كل حاجه. كان القطن الاول بيعاكس الفلاح في بعض الحاجات، لانه كان بيطول، ومحافظه المنوفيه ارضها قويه جدا، وبالتالي الفلاح ما كانش يقدر يتعامل معاه، كان بيتعامل معاه بشغل اللي هو الايه اللي يقدر هو عليه. كان اما انه بيقصفه من فوق يطوشه، او يملاه ميه ويجي يقول لك غرقه ووقف فيه ميه لحد ما يصفر. ودي طبعا ما كانش قدامه الا كده، وما كانش موجود برضو ايامها الا كده. حاليا دلوقتي منظمات النمو بقت بتريحني اعمل النبات بالطول اللي انا عاوزه، والكلام ده بنحاول ننشره ان شاء الله، لان احيانا الكلام ده بيبقى غريب على ودان بعض الفلاحين القدام. الفلاح الجديد بيسمع الكلام الى حد كبير، والكبير لما بيسمع الكلام بيبقى افضل وافضل، لان عنده خبره متراكمه قديمه وعنده علم بنديه له ان شاء الله. واحنا من شغلنا في قلب الارض، فاحنا بالكلام اللي بنديه له كلام تطبيقي وواقعي وسهل تنفيذه، وتكاليفه قليله ومردوده الاقتصادي عالي. الصنف اللي مزروع السنه دي في محافظه المنوفيه ومزروع من السنه اللي فاتت، صنف اسمه جيزه 97، ده جه خلف للصنف جيزه 86. 86 قعد في المنوفيه هنا اكتر من 15 سنه، طويل، قعد مده طويله هنا، فالفلاح كان زهق منه. الى جانب كان القطن محصول اهمل لفتره معينه لاسباب كتيره مش وقت عرضها دلوقتي، فالفلاح كان عزف عن زراعته
والحكومة كانت عزفت عن تسويقه أو غيره، فالفلاح اتبهدل فترة، المأجور اللي جه على دماغ المحصول. لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بقى لنا حوالي 5 أو 6 سنين حملة القومية لعودة القطن إلى عرشه الأصلي وعودته لاسترداد مكانته، بفضل الله بتؤتي الثمار بتاعتها دلوقتي. المنوفية اللي ما كانش بيجمع فيها 500 فدان وينزروا على استحياء، واللي زرعهم يقول لك أنا زرعهم زهق من المحاصيل الصيفي، بهرب من أي حاجة وداني بزرع قطن يحسن الأرض شوية وخلاص. لكن دلوقتي الحمد لله المحصول الوحيد اللي يحقق ربح للفلاح مرضي قوي قوي محصول القطن اذا قرن بالمحاصيل الصيف الثانيه. هنرجع تاني نجوز بناتنا واولادنا ونبني بيوت على الاراده بتاعه القطن ان شاء الله. نعمل كل حاجه، بس الموضوع عايز اراده متعاونه، يعني نشتغل منظومه مع بعضها، منظومه علميه ومنظومه تطبيقيه وفلاح، ونفهمه. لان يا جماعه كلمه ان الفلاح عنده تراكمات قديمه غلط. للامانه في المنظومه وانا بقولها قدام تلفزيون الدوله، الوحيد اللي مضمون في هذه السلسله هو الفلاح. الفلاح عاوز يزرع، الفلاح عاوز يزرع. لما يزرع عرقه ده يبقى بفلوس برضه. أيوة. يجوز بيه البنت، يجيب علاج، يعود ابنه مدرسة، يكسيه، يلبسه ان شاء الله. كده برضه؟ ايوه طبعا. انما انا الفلاح والعمود الفقري للدولة، حتى لو القطن 5 شهور بس ازرعه واطلع، ده يجي تاجر يعمل لي مزاد ويبخس سعره، لا وياخده يصدروا بالشيء الفلاني ونص السعر العالمي ويقعدوا يطلعوا لي المبررات. المنظومة منضبطة معانا بقالها سنتين، ودي السنة الثالثة اهي. فيه لو فلاح دلوقتي وبيشاورني ويقول لي انا مزنوق في حق انطارين قطن هبيعهم لتاجر بره، التاجر بره هياخدهم وهيبيعهم داخل المنظومه تاني وياخد هو هوامش، الفلاح كان اولى بها. وبعدين التاجر ما بياخدش هامش بسيط، يعني الانطار دلوقتي مثلا بيقبض 4,500 و5,000 و5,000، السنه اللي فاتت كان وصل 5,700 في اخر مزاد في المنوفيه هنا. طيب لو هو ب 5,000، التاجر لما بيجي يفصل ما بيفصلش ب 5 الا ربع ولا 4.5، بيفصل ب 4 وساعات ب 3 وشويه، والباقي كله يبقى له. الفلاح اولى بيه. ولذلك انا بنصح الفلاح يا اخواننا، مش بصفتي كحكومه، لكن الفلاح افضل حاجه له يبيع في داخل المنظومه. المنظومه دي اللي هي ايه يا دكتور؟ لو سمحت. المجمع، الحلقات اللي معموله هنا، حلقات بتنعمل بيشرف عليها اسمها المنظومه للناس اللي هي مشتركه فيها كلها. نعم. تقاوي وتصدير وصنف ومعهد قطن وكل ده مع بعضه، الى جانب التسويق في مديريه الزراعه في كل محافظة. بس لما تيجي الشركه القابضه تدي لك سعر ويبدا المزاد من 3,000، اقل من السعر الضامن ب 800 جنيه، اللي جاي يفصل مش هيفصل لي على اقصى سعر، والمزاد عاوز ياخد وياخد عليه فلوس، المزاد يزود 5 جنيه، كان في حلقه خيار او باميه. ايوه هما دي، معلش احنا لسه برضه بنتعامل مع بعض الرواسب القديمه، يبقى بيزود ويزود ال5 جنيه وال10 جنيه وال20 جنيه، لكن بتنطق مبالغ كويسه الحمد لله. ولما المزاد ما يعجبش الفلاح من حقه يرفضه، يعني ليس اجبارا له ان هم جم النهارده يبقى لازم هيشتروا. انا وعدت المشاهد وانا بقدم حضرتك ان انا اتكلم في التاريخ شويه والتاريخ القريب اللي يهمنا. ايوه. ليه القطن كان واقع الواقعه دي من على العرش بتاعه؟ خدت بال حضرتك؟ والنهارده ايه اللي طلعه؟ ما انتش عاوز تقول كحكومي. انا اقول، انا لا هقول، يعني هغششك يا دكتور قدام الكاميرا، قول لي الفتره اللي من 2006 ايه اللي حصل لما جت المنحه اللي بره للقطن وقال لك علشان تاخد المنحه تسلم كل الماكينات بتاع طويل التيله وتستلم قصير التيله. هي دي موضوع فيه شويه توضيحات كتار. مصنع واحد فقط لا غير، واحد فقط لا غير، هو اللي رئيسه لسه عايش ومعلومات انه من اهل المنوفيه، رفض يسلم ماكينات طويل التيله، وهو المصنع الذي لم تدخل عليه ماكينات الهدم وماكينات التطوير حتى الآن، وهو شركة ميت غمر للغزل والنسيج. هقول لسيادتك على النقطة. فضل. القطن بتاعنا أقطان العالم كله متقسمة لثلاث رتب، قطن طويل وقطن طويل التيلة يعني، وقطن متوسط وقطن قصير، كل أقطان العالم. القطن المصري لما نيجي نقسمه لطويل ومتوسط وقصير ما عندناش قصير. القصير عندنا يعتبر متوسط عالمي، والمتوسط عندنا طويل عالمي. ده احنا عندنا بقى فائق الطول كمان. الطويل عندنا ملوش ترتيب عالمي، ولذلك بيسموه فائق الطول او الاكسترا لونج. ماشي كده. اقطرنا دلوقتي اتجاه الدوله من بقالنا فتره ان خصصنا اصناف طويله لوجه بحري واصناف طويله لوجه ابلي. اما نيجي نقول 97 تصنيفه ايه في الدوله، بنقول عليه طويل بحري، يعني طويل التيله اكتر من عالمي، وبينزرع في وجه بحري لان الوجه البحري يناسبه كبيئه حوالين منه، وفيه طويل ابلي، وما عندناش لا قصير ولا عندنا متوسط التيله. في الفترات اللي فاتت
نظرا لتدهور القطن من اكتر من جهه، فالناس اللي اصحاب المصانع نفسهم بداوا يجيبوا قطن قصير التلم من بره ويصنعوا صناعات مش جيده، وفي نفس الوقت بيلاقي لها سوق ويقول لك الحين النهارده وموتنا بكره. اما يجي القطن ده يعود ان شاء الله هو عاوز تطوير مصنع نظيف يتعامل معاه الليفه الطويله ده على اساس ما يبقاش فيها تهدير، لان في الاول وفي الاخر المصنع بيشتغل على مدخلات ومخرجات، بتكلف قد ايه وهتجيب قد ايه ويبقى ربحه قد ايه، ما بيتكلمش بقى مع ايه وايه. العالم بره لما بيجي يستورد قطننا، احنا كميه القطن اللي بنصدرها بره كميه قليله جدا بالنسبه لسوق العالم، يعني حته في امريكا قد كده تطلع قد قطن مصر 3 مرات، لكن احنا بنمتاز بميزه نسبيه. امريكا اللي اخذت البذره بتاعتنا وعملت منها البيمه اللي بتجيني تاني ما هيش زي دي، هي صنعتها من البذره بتاعتنا عادي وطورتها وحسنتها، وده مش عيب، كلنا نتبادل مع بعض. لكن احنا عندنا ربنا اللي منحنا دي، مش شطاره حد، منحنا جو مصر هنا مخلي القطن المصري اسمه كلمه قطن مصري يضرب نار في كل العالم باكمله. لما ذكرت اسم ربنا سبحانه وتعالى يرجعني لان انا ارد الشيء لاصله، المهندس حامد الشياطي ربنا يطيل في عمر صحته، هو شيخ الزراعين العرب المصريين، قال لي سبحان الله البذره دي اللي انت شايفها دي اللي بنسميها طويله التيلة او فائقه الطول، نزلها بس كده على خط معرفش طول او عرض ايه في السودان، تلاقيها سبحان الله انتاجيتها نزلت وتغيرت وبقت قصير التيله، يعني ما عادتش مواصفات مصريه. ربنا سبحانه وتعالى حبى مصر وحبى اجواء مصر باشياء بسم الله ما شاء الله. وانا ده في نهايه فقرتي مع الدكتور يوسف عطله، انا اكمل كلمتين بس اتفضل يا بيه بسرعه علشان اقول حب. انه لما ربنا قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم اللي كان في ايدينا ده عملنا بيه ايه؟ والله هنتسئل ان شاء الله. ان شاء الله انا مستبشر خير باذن الله، لان المنوفيه هنا انا ماسك مشرف على محافظه المنوفيه هنا بقالي دي ساتت سنه، مزارع المنوفيه بيستجيب معايا كويس الحمد لله، نظرا لاننا بنصدق معاه وهو بيلاقي النتائج اللي بنقولها، لان الميه والارض ما بتكدبش اللي نعمله وما بتضيعش، زي ما ربنا بيقول كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، اللي بتحطه بتلقاه. والوحيد اللي نضحك عليه الانسان، لكن لا النبات ولا الحيوان ولا الارض ينضحك عليه. نعم. الا لو احنا زرعنا ذره مكان القطن ونيجي ان احنا نجني هنلاقي ذره، مش هيبقى قطن. نعم. فهي كده الصنف ده صنف جيد وصنف مبكر، ومبكر يعني ايه؟ بياخد فتره بسيطه، بيجي من اول ما بحط البذر لحد ما الاقي عندي نواره اللي هي ده نواره الزهره بتاعه القطن في الصنف ده، هو بتاخد من 57 يوم ل 62 يوم من زراعته، ودي معجزه. كان في الاصناف الثانيه بتوصل ل 75 و 82 يوم. لو رجعنا لكل شعرائنا القدامى دكتور، نعم، ما كناش نعرف الزهره، كنا نقول النواره. ايه نواره؟ النواره جايه منين؟ وقطفه النواره بتاع العسل من نواره القطن. نواره القطن. اه تمام. أيوه. علشان المشاهد بتاع الايام دي اللي لسه ما يعرفش في الزراعه، سبحان الله، تبدا ببرعم ورق صغير جدا، يجي معاه برعم زهر صغير جدا كنا بنسميه الوسواس. وسواس لكنه مش خناس ولا حاجه، تمام، وكان بيرفع قيمه الناس. الوسواس يكبر شويه يتحول لنواره تفتح. النواره دي تتحول الى لوزه صماء، اللوزه الصماء دي تفتح وتلاقيها مطلعه الذهب الابيض اللي زي ده، عشان تعرفهم احنا تاريخيا عملنا ايه في القطن. وارجع زي ما بدات اقول، يا قطن اللي عرفوك زمان زرعوك وصنوك في نن العين، واللي بهدلوك إن شاء الله يتبهدلهم، لكن الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى حبانا بعلماء وحبانا بقيادة سياسية تعرف تاني تاريخ القطن وترجعه. رجعته إزاي؟ لما عملت له مصانع وطورتها علشان ناخدها نحلجها ونطلع بذرتها، نطلع منها زيت ناكله، زيت الطعام اللي بنستورد منه 97% من بره، 98. الكسبة والأعلاف اللي احنا النهاردة بنشحت الذرة والصويا علشان نعمل أعلاف للمواشي والدواجن موجودة في خير بلدنا، لو نرجعه تاني. نرجعه تاني ازاي يا دكتور؟ إن شاء الله بجهودكم بإذن الله إن شاء الله علشان تعلم من قيمة شقة الفلاح. بشكر حضرتك جدا، مستمرين في فقرات تانية، خليكم معانا.